الصلاة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأنت المجيد وأنت الواحد القهار. ولا تظلم أحدا سبحانك سبحانك سبحانك. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله الأكبر سبحانه وتعالى. عندي ونص الآية الستة من سورة المائدة مقام السر. يا أيها الذين آمنوا صريحة ومثل ومفوعدة بالنيطة ورينة كيات ربي قال ليأولهم سيذكرون تلك الآلام سيبتدوا القلب العقيد حد أن حتى تنسى وهم المنقلبين على عهد الله مولى سبحانه وتعالى. هذاك علاش غرب الأخيرة غرب المتصف يعني خذين من إطار الدين الذي يختاره الله للعباد الإنس والجن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة شفت أيام بكل أبعاده بكل مفاهيمه بكل تهيئاته ومن الحظ الروح أكراه تكون في حضرة الرحمن وعروض الروح ووعي الفكري ومن مطعم ومشرب وكلام ونوايا نصر للسلطان وعين ممكن يكون وملوث لكن السلام ونصر مش نقص السويس خاصة الكبائر. نسأل الله السلامة.